ما أن يعود طرف حتى ينسحب الآخر. هكذا تبدو الأمور بين طرفي مشاورات السلام في الكويت. فمؤخرا أعلن ممثلو جماعة الحوثي وصالح انسحابهم من لجنة التهدئة العسكرية احتجاجا على ما وصفوها استمرار الأعمال القتالية. على طرفي نقيض يقف ممثلو الوفدان ويتقاذفان كرة المسؤولية بحثا عن أسباب للتوقف عن المشاورات المتوقفة أصلا. الرهان على الميدان والخيار العسكري هو الأقرب للاستدعاء دوما، مع استمرار التشكيك في مرور الحل عبر نافذة المشاورات. تعثرت المشاورات المباشرة بسبب تنوع غرف المفاوضات وتقسيم اللجان، فحين تجتمع لجنة المختطفين والمعتقلين تعلق لجنة التواصل والتهدئة أعمالها، وينطبق الأمر على بقية اللجان. ولد الشيخ أحمد كان قد أعلن في وقت سابق عن اقترابه من التوصل إلى رؤية عامة تضم تصور طرفي المشاورات للمرحلة المقبلة، حسب قوله حين تصل الأوضاع داخل القاعات المغلقة إلى طريق مسدود يقوم ممثلو الطرفين بالذهاب بعيدا، وهو ما عبر عنه تهديد الناطق باسم ميليشيا الحوثي محمد عبد السلام بالقول إنهم سيذهبون لتشكيل حكومة بشكل منفرد مع حلفائهم في صنعاء، وذلك ردا على طلب وفد الحكومة بإخراج المخلوع صالح وعبد الملك الحوثي من اليمن قبل الحديث عن حلول في المسار السياسي. بعد مرور ما يقارب شهرا ونصف على انطلاق المشاورات، لا يبدو أن عامل الزمن يمثل أي أهمية، فلدى الطرفين استعداد للبقاء هناك إلى أجل غير مسمى، وهو الاستعداد ذاته للأمم المتحدة والدول الراعية للتسوية.